اهلا بيكم في نص مشكل. معانا النهارده وصفات جديده ومعانا ضيوف جداد. هبتدي الحلقه بالوصفه اللي انا هعملها لكم. معايا النهارده هعمل كيكه كيكه مكسيكي بثلاث انواع لبن. بنستعمل فيها ثلاث انواع لبن، لبن مكثف ولبن حليب عادي ولبن مكثف محلى. اول حاجه هقول مقادير الكيكه، هتبقى عباره عن لبن مبخر اللي هو مكثف غير محلى، وخمس بياض بيضات وسكر ودقيق وفانيليا، ومعانا خمس صفارات وبيكنج باودر. اول حاجه هعملها هضرب بياض البيض الكيكه دي زي ما قلت لكم كيكه مكسيكي وظريفه جدا بس هي عايزه شغل بالراحه شويه، يعني هي فيها كذا وصفه عايزه طوله بال شويه، فيها كذا خطوه. هضرب الاول بياض البيض احط اللي بياض البيض وهو بيتضرب رشه ملح كده بتخليه يمسك، يبقى قوامه ماسك نفسه احسن. واول لما البياض بتاعي يبتدي يعمل الرغاوي دي هبتدي احط السكر. السكر هنحطه على تقريبا 3 دفعات، فاحط حبه سكر واضرب ولازم اتاكد بعد كل ضرب ان انا ان السكر بتاعي داب تماما. هحط حبه كمان وهحط اخر دفعه للسكر وهبتدي برضو اضرب فيه لغايه لما كله يدوب خالص السكر كده. دي الكثافة اللي انا عايزاها البياض البيض. هبتدي انزل صفار البيض وهنزله صفارة صفارة. حط اول واحدة هحط الصفارة التانية الصفارة الثالثة وبعدين الرابعة. وبعدين آخر صفار. كده خليط البيض بتاعي خلصته. هبتدي أحط اللبن المكثف غير المحلى، احط عليه فانيليا واحطهم على الخليط بتاعي. والكيكة دي يا جماعة بتتعمل بكذا طريقة، يعني لو دخلتوا عملتوا جوجل على الانترنت هتلاقي طرق كتيرة قوي بتتعمل بيها، بس يعني دي من اسهل واطعم الطرق اللي لقيتها. يعني احنا مش هنضرب بقى كتير خلاص في المرحلة دي، هاخد دول وهجيب، هبتدي احط الدقيق والبيكنج باودر على بعض. والمفروض ان احنا هقلبهم بس الاول قبل ما احطهم، والمفروض ان انا احطهم على الخليط بتاعي بالتدريج، مش عايزه اخرج الهواء اللي انا عملته. نجيب مضرب سلك. ويحبذ ان احنا نستعمل حاجه معدن واحنا بنقلب، ما تبقاش حاجه معلقه خشب. يعني هحط جزء، يعني احط نص في نص. وطبعا من تحت
لفوق. وبعدين هحط الباقي بالمنظر ده، وبرده هنعمل نفس الطريقة من تحت لفوق. كده الكيكة بتاعتي تقريبا جاهزة. مش عايزة فيها حتت دي خالص. كده الكيكة بتاعتي جاهزة، هحطها في الفرن 180، بس هحطها في الصينية الأول. هحطها في صينية مربعة. نجيب السباتولا، ننزل الخليط في الصينية. هبتدي اسويها بقى كده. طريقة حركة مامي. تقعد بقى نعملها كده عشان كلها تفرش مظبوط. هدخلها في فرن لمدة تقريبا نص ساعة، هتطلع دافية. هحط التلات ألبان مع بعض اللي هي كريمة ولبن مكثف محلق ولبن مكثف غير محلق، هقلبهم على بعض وهبتدي أسقيها برضو بالتدريج واحدة واحدة وهي لسه دافية. هدخلها الفرن وفي آخر الحلقة هوريكم هنقفلها ازاي. انتظروني. رجعت لكم تاني. معايا النهارده الشيف ثروت. ازيك يا ثروت؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده ان شاء الله هنبدا بوصف الكريب مع الكريب مع صور كريم وصوص المشمش، وهنعمل سلطه بروكلي النهارده بمكونات مختلفه. ومحشي سلمون. انا شايفه محشي سلمون، ايوه، مع صوص المشمش والشبت والبروكلي. اوكي. والنهارده هنعمل سلطه بروكلي بطريقه مختلفه شويه ان شاء الله. طيب نبتدي في حاجه حاجه. نبتدي الكريب. هنبتدي الكريب ان شاء الله. سلمون، تقول لنا المقادير. الكريب هيبقى لتر لبن مع 500 جرام دقيق مع رشه ملح وسنه زبده. اوكي. معلقه زبده والدريب كله مع بعضه مع اربع بيضات. اوكي. وهنشتغل بيه عادي. احنا الكريب عملناه كذا مره قبل كده، فعشان ايه؟ واحنا محضرينه علشان ما يسرقناش الوقت. طيب نبتدي نحضر الحشوه. نبتدي نحضر الاول الصوص. اوكي. هننزل بالمربى. هننزل بكل المكونات بتاعت الصوص على طول. الصوص على طول على بعضه. مربى مستردة. حط المستردة. حط اورشستر. حط صويا. الصويا. وهنحط جنزبيل. وهنحط مستردة. حب. وهنحط الليمون. وهنحط الثوم. كل ده هنقلبه مع بعضه كده لغايه اما الايه المكونات كلها تمتزج ايه مع بعضيها. كده احنا جاهزين بالايه بالصوص. خليك انا هنبتدي ان احنا نجيب حاجه نشتغل عليها. هنلبس كلافز عشان احنا هنلمس الاكل بايدينا عشان بس الايه التلوث. هنجيب كريبايه كده نحطها ونجيب معلقه صور بسيطه كده نفردها على الكريبايه كلها. ماشي. وما نزودش علشان خاطر واحنا بناكله الحاجه ما تطلعش ايه تقيله ما تطلعش بره الحاجه. ماشي. هنحط معلقه جبنه كريمي برضو. طب وليه ما نخلطش الصور والجبنه كريمي مره مش واحد. عايز الحاجه يبقوا كلهم مع بعض، يبقى انا عايزها طبقات.
ما انا ممكن كنت اخلط الجبنه مع المكونات كلها وحشي. انا عايز الحاجه تبقى طبقات. اوكي. كل حاجه لايه؟ لوحديها. هو بيفرق في الطعم؟ هيفرق في الطعم، لان انا لما اجي هاكل هاكل الحاجه يعني مش حاجه كلها مش داخله ببعضيها، كل حاجه هستطعمها مع نفسها، مع نفسها كده، وبعد كده مع البلع دول تزج، وبعد كده هحس بيها. اوكي. احط شبت فيها برضو كلها كده، بعد كده احط السلمون على حسب ما انا عايز ازود او ما ازودش، بحب السلمون او ما بحبوش على حسب ان انا محتاجه. واحط معاه كابري واحط طماطم مجففه صندراي. وابتدي الف اول ايه اول رول، وانا بلف ما ارص عليه علشان خاطر ما ايه ما يبص مني. ماشي. هعمل واحده تانية بس عشان خاطر ايه يبقى احنا كل حاجه واضحه. حط الجبنه زي ما احنا قلنا، ايه زي ما عملنا في الاولانيه، جبنه كريمي، ونحط صور كريم كده، ونحط شبت. بعد كده نحط سلمون، ونحط الطماطم. الطماطم مش محتاجة تتقطع أرفع شوية عشان الطماطم دي بقى طعمها حاد شوية، حاد مززة شوية. لأن هي بتتحط في زيت والماده بتاعتها بتبقى حافظه شويه. انا هقطع اصلا الكريب ده في الاخر. أوكي. فانا هقطع هفصل الكلام اللي انا ايه عامله ده كله. ماشي. واحاول انا اخلي الجبنه والصور قدام عشان هو ده اللي هيقفل معايا الايه يلزقه. هو ده اللي هيلزق معايا الايه معايا الكريب كده. احنا عملنا نبتدي ان احنا نقطع ونلف. نحط اجيب لك طبق تقدم فيه. طب بس اشوف محتاج طبق زي ده مثلا كويس ولا عايز ده؟ عايز ده. طيب. سكينة بس. هنقطع بس الاطراف. هنقطعه بالشكل ده وبالراحه ونسند معانا كده بس عشان ايه؟ ما يتقطعش مننا. اوكي. هي تقريبا الرول بيعمل ثلاث حتت. ثلاث حتت. اوكي. هننزل بالصوص. الصوص بتاعنا. طريقة التقديم دي بتاعت الشخص نفسه الهواه. يعني انا ممكن انا بحب الحاجه تبقى شكلها حلوه بتعبر عني طبعا. يعني كل ما الحاجه تبقى شكلها حلو كل ما ايه ما يبان ان انا عملت مجهود دي طبعا. اكيد كويس. حلو قوي شكلهم، الوانهم تحفه مع بعض. وده اول طبق معنا. هنقرنشه كده بالشبت. اوكي كده كده ده اول طبق لينا النهارده. لينا هنبتدي نعمل السلطه. هنعمل السلطه بتاعتنا. هتقول لنا المقادير. هنبتدي نعمل السلطه دلوقتي. معانا خس كابوتشا، ومعانا فلفل احمر جوليان، ومعانا كمبوت خوخ، ومعانا طماطم شيري، ومعانا مشروم، ومعانا بروكلي، ومعانا رمان، ومعانا عين جمل،
وفلفل اصفر جوليان وجبنه حلومي وبقدونس وشبت للتزيين ودبس رمان. دبس الرمان وفي صويا للصوص. هنعمل خل بلسمك وليمون وقرفه، ده الدريسنج بتاعنا. ده هنحطه على بعض كده، وقطع زيت زيتون صح؟ اه، وزيت زيتون، معلقه زيت زيتون. الدريسنج بتاع السلطه لازم بس نبقى عارفين ان هو لازم يتحط الاول مع بعضه ويتقلب، ما ينفعش نحط المكونات حاجه فهمك. لازم بس انت حاطط قرفه كتير، ها دي معلقه كبيره يعني معلقه صغيره، دي نص معلقه صغيره علشان خاطر انا عايز التست بتاعها في السلطه بتاعتي، لان هو ده اللي هيفرق معايا. ونحط زيت الزيتون معلقه برضو، يعني خل بلسمك قرفه وزيت زيتون وليمون وليمون وليمون. هنبتدي كده نحط السلطه بتاعتنا في البوله. هنحط الخس، هنحط المشروم. لو قلنا مشروم لازم ناخد ليمون علشان خاطر ما يسودش. احنا طبعا مدين ليمون، المادة الحافظة بتاعتنا موجودة. ناخد شوية عين جمل ونخلي شوية عشان نزوق بيهم. الرمان نفس الايه الفكرة. فلفل اصفر جوليان، فلفل احمر. حضرتك طبعا الالوان في السلطه كتيره مهمه، يعني قيمه غذائيه عاليه، يعني كرول الفيلم بتاعها طول ما هو موجود فيها طول ما احنا بنستفاد ايه؟ اكيد بيجي. والبروكلي طبعا احنا سالقينه وبعد ما سلقناه حطيناه في تلج عشان يحافظ ايه؟ على لونه، على اللون بتاعه. ما نحاولش ان احنا نقطعه كتير عشان الفايده بتاعته تدنها تفضل زي ما هي. انا ملاحظه انت بتستعمل فاكهه كتير في الحاجات. الفاكهه احنا 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 فاكرين الفاكهه دي ان احنا ناكلها بس بعد الاكل. لازم يبقى عندنا ثقافه ان احنا لازم نحطها جوه الاكل، لان الفيتامينات بتاعتها عاليه جدا. فلازم ان احنا نستخدمها وان احنا ندخلها في الاكل بتاعنا عشان الولاد برضو ياكلوها ويستفادوا ايه بيها. دلوقتي هننزل بالدبس الرمان. طب الدبس الرمان ليه ما حطيناهوش مع الصوص اصلا؟ لا، انا عايزه لوحده عشان يخش جوه المنتج نفسه، والصوص ده هحطه على السلطه من بره. وممكن انزل الصوص ده بتاعي ابار، يعني الموضوع ما يبقاش ايه تنزله ابار، يعني ابار يعني خارج السلطه. يبقى لوحده، وممكن انزل منه شويه وبعد كده برضو ممكن انزل منه ايه شويه جوه وشويه بره. احنا ما هتحط فيها الجبنه الفتة؟ الجبنه تبقى على الوش. اوكي، نجيب الطبق نغرف بيه. يلا استاذن حضرتك نغرف بيها السلطه. عندك المعالق هناك. هنزل كده بطريقه عشوائيه، مش مهم ان انا ارتب، لان هي كده كده كل حاجه داخله في بعضيها وشكلها يعني باين جدا. حلو قوي، الوانها حلوه جدا، لونها يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم خالص. نحط الاول قبل ما نحط الحاجة الجرنش بتاعتي بنفس الطريقه كده. اوكي كده انا خلصت. هنحط الجبنه. دي جبنه حلوم، لو ما فيش جبنه حلوم ممكن نحط اي جبنه تانية ملح خفيف. بس نقدر ان احنا نقطعها، بس حلوم دي ما بتبقاش ملح خفيف خالص. لا، ممكن نحط جبنه تمشي معاها ملح خفيف، لان انا حاطط معايا حاجات خل اسيد كتير. فممكن تمشي معانا الحلوم وممكن تمشي معانا تظبط الطعم، تظبط معايا الطعم. هنحط عين الجمل وهنحط شويه رمان. اوكي كده انا حطيت من نفس المكونات بتاعتي فوق، وهنحط كام شريحه كمبوت. الوانها مزهزه، يعني هي شكلها جميل جدا ومفيده اكتر. أوكي. اهم حاجه تبقى الحاجه مفيده. كده طبق السلطه خلاص شبت. هنحط بس الشبت ده حاجه كده للجرنش. اوكي كده احنا بدانا الطبق الثاني
خلصنا وكده هيكون ده الطبق اللي قدمناه للسيجمنت بتاعنا دلوقتي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. رجعنا تاني، معانا النهارده شيف ثروت، والشيف ثروت هيعمل لنا الطبق الثالث لحلقتنا النهارده. هيبقى صنفي شوربه المجاتوني. ده وصفه هندي، شوربه هنديه. اوكي، هنبتدي نقول مقاديرها. هنقول تفاح اخضر وتفاح احمر ولوز وكريمه ولبن جوز هند ورز مستوي مسلوق نص سلقه يعني؟ نص سلقه او سلقه كامله. لو نص سلقه انا هقعده على النار شويه، لو سلقه كامله انا مش هياخد وقت لان هيتحط في الاخر. اوكي، وفراخ مسلوقه وليمون وجزر مبشور وكرفس وبصل ورق لورا مكعب مرقه وكركم وكاري وزبده للماده الدهنيه. اوكي، طيب نبتدي نشتغل فيها. يا ريت. هنبتدي ننزل بشويه زيت صغيرين مع الزبده بس. زيتون ولا عادي؟ لا عادي، سنه صغيره بس. هننزل كده بالمادة الدهنية بتاعتنا. استأذنك بس اقول لهم ان الكيكة بتاعتي خلاص خلصت، طلعت من الفرن، سبتها تهدى في الصينية بتاعتها لمدة 5 دقايق. هبتدي اطلعها في الطبق اللي هقدمها فيه. معلش يا شيف ثروت، تقول لنا احنا حطينا البصل، حطينا المادة الدهنية والبصل، وهننزل بعد كده بالجزر. هننزل بالحاجات اللي هتاخد ايه سوى بس الاول، زياده زياده. ننزل بالكرفس زي ما حضرتك شايفه كده، دوبك بس ايه ياخدوا تقليبه. انزل بالورق لورا معاهم عشان انا عايز الريحه بتاعته معايا، ونقلب كده كويس. هننزل بالكاري والكركم مع بعض الاول، لان انا التوابل بتطلع الريحه بتاعتها زي ما حضرتك عارفه. لازم المشاهدين طبعا يكونوا عارفين الكلام ده. ريحتها بس تطلع معايا، وابتدي ان انا ايه انزل بالايه بالمرقه بتاعتي. ربع كوبايه مش اكتر. ريحتها جامده جدا. هنقلب كده. بعد كده هننزل بالتفاح الاحمر، وهننزل بالتفاح الاخضر. ده طبق شتوي يعني، شتوي زي يعني في الهند طبعا بيحبوا الحاجه السبايسي والكاري. وفي طبعا 14 نوع كاري في الهند، كل حته ليها الخلطات بتاعتها، الخلطات، وكل بيت في الهند ليه الخلطه بتاعته والمكونات بتاعته. بيتميزوا بيها هناك في الكلام ده، وبيتباهوا بيها يعني، زي ما تقولي كده حضرتك بيتحدوا بعض. بيتحدوا بعض في الموضوع ده كويس قوي. طبعا احنا سالقين الفراخ، هننزل بيها. سلقينها ايه، بميه ولورا وحبه ميه صغننه؟ شويه واخدينها كده ايه بوتشنج. وعملناها وطينا الميه على سيمرنج 96 علشان الفراخ معايا ما تتفلش، وزي ما احنا بنقول وتشد معانا، لا تبقى طريه. يا دوبك بس الميه تغلي، وكون احنا منكهين الميه ولا قراوله وحبهان، شويه ملح صغيرين جدا. الميه تغلي، ننزل الفراخ فيها، وبعد ما ننزل الفراخ فيها نهدي الميه، الميه تبقى عامله بابلز، ما تبقاش ما تغليش ما تقلبش، الميه معايا ما تقلبش علشان خاطر الفراخ ايه؟ الانسجه بتاعتها العضليه ما تشدش. اوكي. كده هننزل معايا باللبن وسط الهند والكريمه. طيب انا هبتدي عايزه اسقي اللبن اللي هحطه على الكيكه بتاعي. هحط الثلاث انواع اللبن اللي قلت لكم عليهم. انا معايا كريمه النهارده، كريمه حلويات، هحط عليهم اللبن المبخر اللي هو غير محلى، واللبن المكثف، المنظر ده. وهبتدي هقلب الكيكه بتاعتي على طبق التقديم. انا عايزاها تتقلب على طبق فيه حواف شويه، وهبتدي هعملها من وشها، هبتدي اسقي من ظهرها.
احنا فاضلك حاجه تاني في الكيكه في الشوربه هنعملها. لا خلاص حضرتك تخلصي وانا هبتدي بس تغلي سنه. طيب هجيب الخل بتاعي هبتدي اخرم الكيكه كده وابتدي اسقيها بالراحه جدا. والكيكه دي بعد لما بتتسقي هنسيبها على الاقل 8 ساعات في الثلاجه، يعني تتساب ليله تاني يوم تتاكل. تاني يوم بقى هنقفلها بكريم شانتي مضروب وجوز هند، وهنبتدي ننزل بالعصاير بتاعتنا، مش بالألبان، مش بالعصاير. محتاجين نعمل لها خرام جامده. هي بتبقى عامله زي كيكه الاسفنجيه بكده بالظبط. متقلقوش من حبة الكريمة اللي فوق الوش دول. اللي نازل على الجناب ده هتبتدي تشربه تاني، هتلمه هي. هنسيبها بقى الكيكة تتشرب مع نفسها كل الألبان دي، ودي كيكة مناسبة جدا للدايت. تقيلة جدا بس طعمها ما حصلش. طيب ادي الكيكة بتاعتنا جاهزة، هنسيبها بس شوية تشرب بقية اللبن بتاعها، وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. هنقدم الشوربه في اخر الحلقه وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. ورجعت لكم تاني. معايا النهارده شيف ثروت وعمل لنا وليمه طويله عريضه. الشوربه بتاعتنا تقريبا جاهزه، هنبتدي نغرفها. احنا بس قبل ما نطلع على اخر اكله قبل ما نطلع الفاصل، احنا نزلنا بالرز اللي هو المسلوق نص سلقه. قبل ما نطلع بس ننزل بكام ورقه ريحان كده، وفي الاخر عشان خاطر اللون بتاعه ايه ما يضيعش مني. هنبتدي ان احنا ده انت حطيت رز بسمتي اصلا. حطيت. طيب. الرز. طيب هنبتدي ان احنا دلوقتي ايه نغرف. هنغرف نغرف الشوربه كده. زي ما احنا اتفقنا ان طريقه الغرف بتاعت الشخص اللي ايه اللي شغال. طبعا احنا عايزين نطلع الحاجه على قد من المجهود اللي احنا عملناه، نطلع الحاجه ايه كويسه. كده احنا جرنيشه بس بالنعناع واللوز. اوكي نحط ورقتين بس نعناع كده نكسر بيهم اللون كده. احنا الطبق الشوربه بتاعنا جاهز، هنبتدي نعمل اخر اكله للحلقه النهارده. هتعمل لنا ايه بقى يا شيف؟ هنعمل بيف رولت. هنعمل بيف رولت. شوربه ريحتها فظيعه. حضرتك هنبدا دلوقتي بحشو اللحمه. بيف رولت. اوكي. وحته اللحمه دي الاوردر ده بيبقى عايز حته لحمه طريه. بنجيبها من حته اللحمه ده. الاوردر ده بيتعمل من تندر لوين عرق الفيليه. بس بناخد مش الاطراف، الحته اللي في النص. علشان دي بتبقى حته طريه. زي ما احنا جبناها
وفتحناها كده. بتفتحها ازاي تقريبا؟ حضرتك بتبقى هي زي ما حضرتك شايفه كده. بالظبط هي هي دي حته الفيليه اللي احنا خدناها. بنفتح الاول من تحت، بعد كده بنوسع شويه ونفتح ونوسع ونفتح ونوسع زي لغايه ما تفرد معاك تمام. بطل فلاي كاني بعمل فراشه بدل نفتح عليها لغايه ما تديني الشكل دوت اللي انا عايزه. ما رضيناش نبطها تحت الا على الهواء علشان خاطر برضو يشوف ان احنا بنعمل ايه ازاي. ان احنا فردناها هنفردها، هنحط بس اشيل ده كده ونحاول نحط حاجه معلش تحت عشان بس الصوت. انا مش ببط بجامد، انا يا دوبك بس عايز اللحمه. كل ده مش ببط جامد، ده انت كسرت الاسلوب. لا ده هو عشان الصوت بس. انا طبطب عليها. انا زي ما بتقول كده، انا بفردها مش ببط، يعني مش عايز السمك بتاعها يقل على الفاضي. على واسع عشان لما اجي اعمل الرول بتاعي ابقى شكله متحك. حلو. طيب كده انا هو ده الشكل النهائي اللي انا عايزه. هنا ننزل نعمل الحشوه بتاعتها. عايزين بس حته شويه زيت لو سمحت. استنى خد مقلول. هننزل سنية زيت صغيره مع زبده. طبعا احنا هنقول المقادير حاجه حاجه عشان المشاهد بس ايه الحاجه كتيره. هننزل طبعا ده الحشو. احنا كده هنعمل الحشوه. هتعمل الحشوه الحشوه بس. فلفل الوان. بصل. وانا مش عايز ان انا اسوي الحاجه قوي لان كده كده هتخش معايا لسه التسويه سوتيه وبعد كده هتخش معايا روستنج. هنديها اكليل الجبل وشويه زعتر وشويه ملح وشويه فلفل. اتفضل. طبعا هما مش شامين الريحه بتاعه اكليل الجبل عامله ازاي. روزماري. وهننزل جزء من التفاح. يبقى معانا المنيو بتاعنا النهارده كله فاكهه. بس هو التفاح الاخضر ده من الحاجات اللي بتبقى حلوه في الاكل وبتدي نكهه ظريفه جدا. مفيد. وريحه حلوه جدا. يعني حضرتك شم ريحه الاكل. احنا مش عارفين نقول لهم ان احنا نفسهم كانوا يدوقوا معانا، بس هيجربوا ان شاء الله. نعيشهم اللي احنا عايشينه. هم ان شاء الله هيجربوا وايه وندوق. بس كده هي كده. هي بس كده مش اكتر، يعني انا مش عايز اكتر من السوا بتاعها. انا بس ايه هتبل سنه فلفل وملح بصوت وسنه زعتر. وهنجيب معلقه هندم بيها اللحمه صلصه بوريه كده، ومش كتير، هي يا دوبك معلقتين يا دوبك بس اوزعهم. هتديني تيست وفي نفس الوقت هتمسك معايا الحشوه اللي انا هحطها. يعني انا بستفيد. يعني ده هتتسمغ. يعني حاجه كده زي انا بعمل الفرشه بتاعتي ليها ارضيه وفي نفس الوقت ايه بتديني تيست. يعني انا برضو بستفاد. هي يعني ايه فرشه؟ الفرشه دي الحشوه. أوكي. اللي انا هبتدي احشي بيها الايه الحاجه بتاعتي. هبتدي دلوقتي انزل بالحاجه بتاعتي. تفاح مش عايز اكتر من كده. ابتدي اوزع بيه ده. انا لابس كلافز عادي، ولو شايف ان الفرشه بتاعتي او الحشوه بتاعتي كتيره انا ممكن اشيل منها عشان الرول بتاعي ما يبقاش كتير كده. وهنبتدي نحط الجبنه. الوصفه دي ناقصها حاجه واحده بس، سموك تركي. المفروض تاخد بيف تركي مكان الهام. فطبعا احنا ايه ما بنشتغلش بيه. وهنبتدي نلف كده بالكيس بتاعنا ونلف كويس قوي عشان ياخد الشكل الروليت بتاعنا رول. ونشيله كده. كده دور الكيس بتاعي انتهى. هبتدي ان انا اربطه
وهنحط له طاسه هربطه علشان اما اجي اخده سوتيه الحاجه بتاعتي ما تقعش ايه منه. هنعمل له بس كده ايه كام ربطة كمان، واحدة هنا كمان واحدة كده اخر واحدة كده، احنا عقلناه 4 عقل. نقفل له كمان واحدة عشان الحرف ده ما يقعش مننا أي حاجة ونساعد بكل الحشوة بتاعتنا. طبعا هيطلع معانا خيط زيادة زيادة نبتدي إن احنا نشيله. هنحط مادة دهنية زيت ذرة هننزل بالفليه، والفليه عقبال ما يستوي هنعمل الصوص بتاعه. احنا كده بنعمل له بنقفل المسامه بتاعته علشان خاطر نستفاد بكل العصاره. ننزل بماده دهنيه هنا للصوص، هننزل بصل هننزل بالكرفس هننزل بالتفاح. بتعمل الصوص دلوقتي نزلنا مادة دهنية والتفاح والكرات نزلنا بكل الكلام ده. المفروض اللي انا بعمله ده اعمله مكان ما انا بسويت الفيليه. انا معلش هاخد الكيكه اعملها الناحيه التانية لان هتبقى كلها لحمة. هننزل بعصير التفاح حاولش نقلبه الا لما ياخد لون كده، خد لون الكرمله بتاعي. الكرمله دي بتيجي من السكر اللي في البروتين، اي بروتين فيه سكر. كده هنزل بالديمجلاس بتاعي الديمجلاس لو بودر اللتر بيون مغلي بياخد 80 جرام بودرة ديمجلاس. طب والناس اللي ما عندهاش الديمي جلاس ده في بيتهم هي تعمل ايه؟ هو حضرتك هو الديمجلاس دلوقتي بقى موجود في كل حته، يعني ما فيش حته مش موجود فيها، بس لو مش موجود وانا عايز استخدم حاجه في عوامل كتير قوي بتأدي للكلام ده، بس طبعا مش هديني نفس التست ولا الفريش ولا البودر. باخد بصلايه جوليان بحاول ان انا اخدها سوتيه كويس قوي وحمرها خلاها تتكرمل، وانزل عليها بمعلقه دقيق، وانزل عليها ببيون فراخ بيون لحمه بيون عادي مرقه بيون مرقه فراخ او مرقه الفراخ. بعد ما نعمل مرقه الفراخ اللي احنا عايزينها كده احنا خلصنا ايه اللي احنا عايزينه، وندي سنه صويا صغيره قوي للتغميق ولا اكتر ولا اقل، بس ده طبعا مش هيحل معايا ايه الكلام ده خالص. دلوقتي احنا هندخل ده الفرن على 180 لمدة ايه 15 دقيقة. اوكي احنا محضرين نسخة جاهزة منه، محضرين نسخة منه عشان خاطر الوقت. كده هنعمل بس الجليز الدجليز بتاع السايد ديش بتاعنا
ايه السايد ديش اللي انت منزله معاه؟ السايد ديش منزل كوسه ومنزل جزر جليز ومعاه بوريه، بطاطس بوريه. كده الطبق بتاعي كامل متكامل العناصر الغذائيه بتاعتي، بروتين نشويات كده. كده الصوص بتاعي جاهز، ابتدي اصفيه. انا مش عايز اي حاجه من كل الحاجات اللي باقيه دي، لان انا خدت التيست. ايه التيست بتاعها؟ ادي الجزر، سكر، طبعا هنسيب الكوسه في الاخر دوت. بس حاجه كده هاخد فيها الجرنش بتاع الحاجه التانيه دي، السوتيه اللي هو التفاح الاخضر. كده هنزل بالكوسه، كده الطبق بتاعي شب خلاص. ده الشكل النهائي بتاع الطبق الفيليه عشان خاطر الوقت. ابتدي البس كلافس. شكلها جميل. شكرا. ميرسي. تفاح بس يا دوبك، بس كده. ايه ده شكل الكيكه بتاعتنا لما خلصت؟ عايز طبق تقديم؟ طبق. ايوه الزبده. حطيت لها حبه شوربه؟ لا، دي انا حطيت زبده جليز، بجلز الحاجه، بخليها تاخد طبقه من السكر والزبده وفي نفس الوقت بتلمع، بيبقى سويدي. كده انا هاخد الفيلي بتاعي. انت بتشتغل سويت اند ساور كتير؟ ها، سويت اند ساور بشتغل يعني كل لازم اغير في الاطباق بتاعتي واكون الاطباق بتاعتي مختلفه. اكيد، لان طبعا الاكل زي ما حضرتك دلوقتي بقى يعني اغلبيه الاكل بقى كله طعم واحد، فاحنا عايزين نغير شويه ونجيب حاجات من بره لطعم ايه مختلف. يعني الاوردر ده فرنساوي، الروليت فرنساوي، الشوربه هندي، فلازم نغير في التيست وفي الطعم. بتطبخ بقى في البيت كل يوم صنف من حته في البيت؟ لا، يعني انا في البيت في شغلي. انا في البيت انا يعني بيبقى في نسبه تغيير. في نسبه تغيير في البيت غير في الشغل. لا طبعا، ما انا طبعا لا انا بتكلم على البيت. البيت بيبقى الموضوع مختلف شويه. طبعا انت عارف حضرتك انا هنروح الاكل معمول فلازم ناكل منه يعني. ما حضرتك عارفه يعني. اكيد. هنقطعه كده، ناخد بس نسويها اللي ملوش بتاعنا. طبعا نخلي بالنا بس من الايه، من الخيط اللي احنا عاملينه كده. خلاص مش محتاج اكتر من كده منها تاني. قطعنا، مش عايزين اكتر من 4 قطع. طبق التقديم بتاعي انا عامل معاه بطاطس بوريه. طبعا بطاطس بوريه، طبعا بطاطس مهروسه ما فيهاش، مسلوقه عادي ومضروبه مع كريمه وملح وفلفل وجوز الطيب، ولا اكتر ولا اقل. هبتدي دلوقتي اغرف الطبق بتاعي. هنعمل شكل كده.
انا جايبهم بالتدريج. ده اللي انا عايزه، عايز معلقه صغيره. اتفضل. ابتدي اغرف الكوسه. طبعا الطبق ده تيست فيه مختلف، حلو مع مسكر مع لحمه مع جبنه، فالموضوع يا ريت يجربوه ويعجبهم جدا، ويا ريتهم يقولوا لنا على صفحه البرنامج عند حضرتك ايه رايهم، لان لازم يجربوه. عايز معلقه كبيره شويه. معلقه حلو قوي التقديم على فكره، كأنك قاعد تعمل لوحه فنيه. هو الاكل كده، انا عامل مجهود ومكلف نفسي اكل ومكلف نفسي شغل ومكلف نفسي ماده، فلازم ابقى على قدها. يعني على قد كل حاجه، لازم قد المستوى. طب هتحط التفاح ازاي؟ اقول لحضرتك دلوقتي كده، ده انا خلاص مش عايزه تاني. ده دي ابتدي ان انا اقدم التفاح كده. حلو. وده هيكون اخر طبق لحلقتنا النهارده. بتشكر لك جدا يا شيف ثروت معانا، ويا رب كل حلقه عجبتكم، واشوفكم على خير. باي باي.